هذا الجبل المغطى بالثلج هو جبل إيفرست، وهو أعلى مكان على كوكب الأرض. يقف جبل إيفرست شامخاً في جبال الهيمالايا بين دولتي الصين ونيبال. هل تعلمون أن جمعية الجغرافيا الملكية أطلقت اسم سير جورج إيفرست على هذا الجبل، وهو عالم جغرافيا من ويلز ويعيش في الهند؟ اختلفت الصين ونيبال لمدة 5 سنوات بين عامي 2005 و2010 حول ارتفاع الجبل. الصين قالت بأنه يجب أن يقاس بالحجر، أي ما يعادل 8844 متراً، بينما قالت نيبال بأنه يجب أن يقاس بارتفاع الثلج، أي ما يعادل 8848 متراً. وقد ربحت نيبال الجدال. جبل إيفرست هو إحدى عجائب العالم السبعة. في كل عام يصعد متسلقو الجبال إلى الجبل، وهو ما يعرف بالقمة. وأول تسلق ناجح كان في عام 1953 ميلادية. يعد جوردان روميرو من الولايات المتحدة أصغر متسلق لجبل إيفرست، وكان عمره 13 عاماً عندما صعد إلى القمة مع والده في مايو من عام 2010. تسلقت مجموعة من جنود قوات الإمارات العربية المسلحة جبل إيفرست بطريقة الجيش، ويمكنكم مشاهدة هذه الرحلة في 7 ديسمبر في 10:00 مساءً على ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي.